بتصورك. ده بيعمل ايه؟ بيركبها 7 دي. هيدخلها دلوقتي. يا رحمة. عشان كيف الصورة. الله الندى انت يا حفين. كيف والله. هالندى يا حفين يا هالندى. خديني معاكي. هتجدي بصي قدامك. بصي قدامك بصي قدامك بصي قدامك. يا ابوي والله وشها خايف. طلعت على الصاله واجد ايه انت يا طارق؟ بالراحه يا هند، بالراحه يا هند، تقع بالراحه يا هند. بص قدامك. هند هتقع يا هند هتقع. بتقول له تعالى بص يا صاله حبيب هند هند خلي بالك. عارفه بيرقص. ايه هند الحمد لله على السلامه. بس استني ازاي خليك كويس زي ما انت قاعده. بس خلي بصي لي. ايه ايه احساسك بعد النطه؟ ايه ايه احساسك بعد النطه؟ مبسوطه؟ حلوه هند؟ البت ما شغاله. خلاص يا عليدي بط. خلاص يا عليدي بط يا جماعه. كل يقول لي مكه الف سلامه عليها. طلعوا لها صلصال من ودنها النهارده. لا اله الا الله. اصابه اصابه لصالح. اصابه استنى بس استنى ولا خلاص يا بابا. بس انت فين انت فين انت فين؟ خلاص 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 خلاص. علاش تزعلش؟ خلاص خلاص يا صاحبي. خلاص يا صاحبي. خلاص يا صاحبي. يا صاحبي بصوا بيسمع الصوت من ايه. خلاص يا صاحبي. انا هو صاحبي. خلاص يا صاحبي. خلاص يا صاحبي. يا مكة تعالي احكي لنا الدكتور طلع ايه من ودنك النهارده. تعالي صلصال. وانت بتحطي الصلصال في ودنك ليه؟ ايه بتطلع لك تاكل صلصال من ودنها؟ بتحطي صلصال ليه يا مكة في ودنك يا مكة؟ وقال لي قال لي عندها ميه مش عارف على الطبله بتاعت ودنها محتاجه عمليه. ليه مكة كده؟ مكة بتحطي حاجات ليه مكة على بقى على ودنك يا مكة؟ تعبانه بتحطي صلصال في ودنك يا مكة؟ مكة وانت يا بنت مكة الجزء ضرب؟ قال لي قال لي قال لي بقى محتاجة عملية عشان ايه ما بتسمعش كويس. بجد ما بتسمعيش يا مكة؟ مكة اهي يا مكة. بس حلاوة. فاطمة فاطمة فاطمة. هتطلق اسامي ولاد بعد الفيلم. فريد وفتح الله وفادي. طيب ثلاث. طب اسم بلد بحرف الفاء. فيوم. لا الفيوم. فيوم دي مش بلد. يا عم انا عارفه يا عم. انت بتنسى كل حاجه في بلدك وفجاه الفيوم وقفت. ف ف ف ف فعلا والله. بلد مشهوره قوي بحرف الفاء. فرنسا. يا بنت قولي فا في فو. هتيجي على طول معاكي. ثلاثه جماد بحرف الفاء. ايه بقى ايه حرف ايه؟ ف ف ف بص قول لي سلمى هتبقى فيسبح. امال ايه من هنا؟ معلش والله فيسبح. ايه يا ماما؟ عايزه ايه بس احكي لي. اكله بحرف الف. فراوله. فوليه. 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 فاصوليا. فاصوليا. ثلاث اسامي بنات بحرف الكاف. كوثر. كنزي. 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 كنزي وكوثر وكر. كندا صح؟ وكندا. كندا ايه تاني؟ خدي لك واحدة. يلا أمنية. كوكب. كوكب. يا ابني ما قلنا كنزي و و و و وكوثر وكندا. لا وكوكب. طيب بصي يا أمنية. ما تخترعيش في النبي يا أم أسامة. هات اللي قول لي اللي سمعت. لا ماما هتعمل تيتا هتعمل. بلد بحرف الكام؟ كندا. كندا صح. يا ابني انت لسه قايلينهم يا ابني. اه زي كندا. اه صح. احنا قلنا النمسا. اه طب ماشي. اسمه ده امنية. اسم ثلاث اسامي ولاد بحرف الراء. رامي ورامز و ورؤوف. رؤوف 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 ورؤوف. طيب بصي لي ثلاث اسامي بنات بحرف الراء. رباب رباب ورايا ورودي ورباب. طيب بلد بحرف الراء. حاجة سهلة. روسيا. روسيا لسه بالقشطة. ايه ده ايه ده؟
تعالي بصي لي. اس بتشي بتاخد بحرف زال. زينب ابيض وزينب زال زال ذهب 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 لا زبيدة بالزين ذهب والزين مش زين لا مش زينب لا الحرف الثاني زين مش اللي هو نازل تحت السطر اللي فوق السطر زينب لا يا بنتي زين ده زين مش زين تحت السطر قلت لك مش اللي تحت السطر اللي فوق السطر ذهب وزين ما تحطيش ايدك بقى على خليك تعمل بلد بحرف هنشيلها بتفرق بس يا ستي ما بتعملش حاجة لا بلد بحرف صنعاء لا صنعاء صنعاء ايوه صنعاء دي حقيقي حقيقي بلد حقيقي بلد سلمى ما اخترعوها صنعاء دي حقيقة صح جنب البيضاء اخترعوا بس يا بنتي صربيا 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 قولي كده ده شغل ده طيب اسم قبل هنودة من هنا تعالي ناحية تانية ثلاث اسامي جماد بحرف يا بنتي بعيد عن اهو بقى هاد هاد ايوه تعالي هاد عند مرات عمك يلا زويكة زجاجة لا زجاجة بالزين سلمى دي معايا هنودة يا زلمة زين المشكلة يا عم ما تجيب لنا حروف سهلة يا عم الحروف شبه بعضها دي انت عايزة حروف صعبة هنوضع في الناحية الثانية طيب بصي لي يا أمنية طيب بصي لي عايز ثلاث أسامي ناس مشهورة بحرف الياء ياسر جلال ياسر جلال ياسر لوزي ياسر تانية يلا الذين سنة قضيت مشاريع انا ما اعرفش مشاريع كتير تعرفي مشاريع انا بس حاجات مثلا زي ما عارف محمد رمضان محمد صلاح الحاجات دي معروفه قوي بس اللي بعرف خد يا سار يلا عند ماما حرف العين عند ماما بيقول لي اسمه شهيد بيجيب بوسه الزعيم ايه بحرف العين عادل امام عمرو دياب عبد الباسط طيب بصي ثلاث اسامي مكة ثلاث اسامي بنات بحرف اللام لم يا لوسي صح يا ندى يا ندى بتاكل مك لا تعمل عصير فين الكونات طب عايزين شاي ولا نشرب عناب مفيش عناب عناب جميل قوي ايه سلمى ندى رمان